قد يحدث ارتباك عند الإفاضة من عرفة، فلا يتمكن بعض الحجاج من مغادرتها إلى مزدلفة حتى يطلع الفجر، بل حتى تشرق الشمس، وبهذا لا يبيتون بالمزدلفة ليلة العيد، فماذا يفعلون؟ المزدلفة موضع بين عرفة ومنى، وهي آخر حدود الحرم المكي. ولما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة في حجة الوداع ووصل إلى شعب الأذاخر قبل المزدلفة، نزل وتوضأ وضوءا خفيفا، فذكره أسامة بالصلاة فقال: الصلاة أمامك، حتى أتى مزدلفة، وهي المسماة بجمع. قيل لأن آدم وحواء اجتمعا فيها فأزلف إليها، أي قرب منها، وقيل لأنه يجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء، وقيل لأن الناس يجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه بالوقوف بها. صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء قصرا، ورقد بقية ليلته متعبا، ولما طلع الفجر صلى، ثم أتى المشعر الحرام وظل واقفا حتى أسفر الفجر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض النساء الذهاب إلى منى قبل الزحام، ورمين جمرة العقبة قبل الفجر. يقول القسطلاني والزرقاني: اختلف السلف في ترك المبيت بالمزدلفة، فقال علقمة والنخعي والشعبي وهم من التابعين: من تركه فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وهم أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: عليه دم، ومن بات بها لم يجز له الدفع، أي تركها قبل مضي النصف الأول من الليل. وقال مالك: البيات بها مستحب وليس واجبا، إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل ولو بقدر حط الرحل فلا دم عليه متى دفع. النووي صحح في زيادة الروضة أن المبيت بمزدلفة واجب، لو فات وجب فيه دم. وفقه كلام الرافعي والمنهاج أنه سنة لا شيء في فواته، كل ذلك إذا لم يكن عذر، ومنه تأخر المواصلات قياسا على ما قاله صاحب كفاية الأخيار في فقه الشافعية: في من وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه. من هذا نعلم أن هناك خلافا بين الفقهاء في من فاته المبيت بمزدلفة، فبعض التابعين تشدد وقال: فاته الحج وأتمه عمره، وقال بعض الأئمة: من فاته فقد فاته واجب يجبر بدم وحجه صحيح، وقال مالك: المبيت مستحب، ومن مر ولم ينزل فعليه دم. وقال بعض الفقهاء: إن المبيت سنة وليس بواجب، ولا شيء في فواته حتى لو لم يكن عذر، وعند العذر لا يجب بتركه شيء. هذه هي الأقوال في المبيت بمزدلفة، ولكل أن يختار ما يشاء.